مجلس الامن عقد جلسه طارئه. ده طبعا كان يعني اصلا يعني السبب انه تم عقد هذه الجلسه الطارئه هو الطلب اللي قدم من غالبيه الاعضاء، غالبيه اعضاء مجلس الامن دول الاعضاء قدموا طلب لعقد جلسه طارئه طبعا لبحث التطورات والتداعيات بعد قرار ترامب الاخير. الحقيقه انه كان في كلمات كثيره جدا ايضا مره اخرى ليس انحيازا ولكن كلمه المندوب المصري في مجلس الامن السفير عمرو ابو العطا كانت قويه جدا. احنا هنسمع دلوقتي جزء كده مجمع اخذنا فيه جزء من كلمه السفير عمرو ابو العطا مندوب مصر في مجلس الامن، ويعني من اناب عن مصر في جلسه مجلس الامن بالامس. وايضا كان في احنا سمعنا امبارح كلمات كثيره جدا، يعني مندوبي بوليفيا، انجلترا، ايطاليا، دول كثيره جدا. الحقيقه اعتقد انه كان في اجماع في الكلمات المختلفه. السفير عمرو ابو العطا الحقيقه كان في كلمته اللي هنسمع جزء منها دلوقتي كان بيقول انه اتخاذ هذه القرارات الأحادية بيخالف الشرعية الدولية، وأن القاهرة ستظل على عهدها للتوصل لسلام دائم وشامل وعادل في المنطقة. مندوب مصر كمان طبعا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا قال كمان أنه أو صرح بأنه هذه الجلسة جلسة مجلس الأمن الطارئة اللي عقدت أمس الجمعة بتأتي بناء على طلب أغلبية أعضاء مجلس الأمن الذين ينتابهم مع عدد كبير من دول وشعوب العالم القلق البالغ إزاء مسألة تتعلق بحفظ السلام والسلم والأمن الدوليين. تعالوا نشوف مع بعض مقتطفات من كلمات التي ألقيت في الجلسة الطارئة بالأمس في مجلس الأمن. أحيي الصامدون المدافعون عن باب العمود وفي كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وفي جميع أنحاء العالم، وأحيي الشرفاء المدافعين عن القانون الدولي والحق وقرارات مجلس الأمن الذين يدعون ونحن معهم في أن تتراجع الإدارة الأمريكية عن قرارها الغير قانوني واللا مسؤول والاستفزازي والذي ليس له أي هدف غير إرضاء سلطة الاحتلال الإسرائيلي كي تستمر في غيها وغطرستها وتنكرها وتحديها للقانون الدولي. إن جمهورية مصر العربية تعرب عن استنكارها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها إليها، وتعلن رفضها لأي آثار مترتبة على ذلك. كما نؤكد على أن اتخاذ مثل هذه القرارات الأحادية يعد مخالفا للشرعية الدولية، وبالتالي فإنها قرارات غير ذات أثر على الوضع القانوني لمدينة القدس كونها مدينة واقعة تحت الاحتلال، ولا يجوز قانونا القيام بأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة. نظر المنسق الخاص للشرق الأوسط السيد ميدينوف حول بيان واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. قرارات واشنطن المتصلة بالقدس قد انتقدها الجانب الفلسطيني والعالم العربي والإسلامي. الرئيس عباس قد أكد على أن هذا يلغي كل جهود المجتمع الدولي حول هذه القضية. الفصائل الفلسطينية التي هي جزء من منظمة التحرير الفلسطينية وأيضا حماس قد طالبوا بمظاهرات واحتجاجات في الضفة الغربية وفي الأردن وأيضا في قطاع غزة. في موسكو القرار الذي علته واشنطن قد واجه قلقا بالغا. بوليفيا تشير بوضوح وبشكل لا لبس فيه إلى موقفها، هذه ليست حركة تحركا أحاديا ضد القانون الدولي، لكنها تقود أيضا فرصة أو إمكانية تحقيق سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهذا القرار يضر بشكل كبير للجهود، كما أنه يفاقم أيضا الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط، فضلا عن
منافاته لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة. وهذا القرار سيكون له تأثير ليس فقط على الإسرائيليين والفلسطينيين وإنما على المنطقة بأسرها. ندعم القضية المشروعة للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة، وأن ندعم إن شاء دولة فلسطين ذات سيادة ومستقلة بالكامل على أساس حدود 1967 تكون القدس الشرقية عاصمة لها. وموقف إيطاليا بشأن القدس لم يتغير، فزلنا متسقين مع الموقف الذي أعرب عنه الاتحاد الأوروبي ومع توافق الآراء الدولية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ونؤمن أن الوضع الخاص بالقدس كعاصمة مستقبلية للبلدين لابد أن يتم التفاوض عليه بين إسرائيل وفلسطين في إطار عملية سلام تؤدي في نهاية المطاف لإنشاء دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن. ونوضح أن المملكة المتحدة لها موقف يتعلق بموقف القدس وهو واضح وراسخ ويجب أن يتحدد من خلال تسوية تفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والقدس يجب أن تكون العاصمة المشتركة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وتسقن مع قرارات مجلس الأمن بما في ذلك 242 و 2334 و478، فنعترف أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية، وهذا تسق ونأسف لقرار الولايات المتحدة لنقل عاصمة سفارتها إلى القدس، وهذه القرارات لا تساعد فرص تحقيق السلام في المنطقة، ونعرف أننا جميعا في هذا المجلس نبقى ملتزمون بهذه القرارات. السفارة البريطانية موجودة في تل أفيف وليس هناك خطط لنقلها إلى القدس.